ودلوقتي مشاهدينا خلينا نتابع مع بعض أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة من خلال التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة وصلاة الجمعة الأولى في رجب 2024 تحت عنوان مجتمع بلا إدمان، المخدرات طريق الهلاك، وده في سبيل دعم جهود مؤسسات الدولة الوطنية في مواجهة التعاطي والإدمان. النهاردة هيترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الغطاس وصلوات اللقان بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وأعلنت الكنيسة أن القداس سيتم بثه على المنصات الكنسية المختلفة، وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الغطاس المجيد يوم 19 يناير و20 يناير هذا العام. النهاردة هيعلن الدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز عن عدد من المفاجآت الخاصة لحفل افتتاح كأس العالم للجمباز القاهرة 2024، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 15 حتى 18 فبراير المقبل على مجمع صلاة استاد القاهرة الدولي، وده خلال مؤتمر صحفي عالمي. وبتشهد نسخة هذا العام مشاركة أكبر عدد من الدول في بطولات كأس العالم بيمثلهم جميع أبطال العالم العالميين والأولمبيين.